في يوم عيد الأضحى سنة 1935 اتعرض الملك عبد العزيز آل سعود لمحاولة اغتيال في الحرم المكي الشريف. المحاولة دي حصلت وقت ما كان بيطوف طواف الإفاضة في المسجد الحرام ضمن مناسك الحج موسم 1353 هجريا، وكان معاه ابن الملك سعود وبعض الحرس الشخصي، لكن الملك سعود قدر انه يتصدى للمحاولة دي ويحمي ابنه واتصاب هو مكانه. تعالوا نعرف ايه اللي حصل ومين اللي حاولوا انهم يختلوا الملك عبد العزيز وليه عملوا كده ومصيرهم كان ايه. الواقعة بدأت لما بدأ الملك عبد العزيز الطواف مع الطائفين في المسجد الحرام بصحبة ابنه الملك سعود والحرس الشخصي، ووقت ما بدأ طواف الشوط الخامس وقرب من الحجر الأسود عشان يلمسه ويقبله، فجأة ظهر راجل من مكان قرب حجر إسماعيل وجري بسرعة اتجاه الملك المؤسس وفي إيده خنجر عشان يقتله. حاول ولي العهد سعود إن يحمي ابنه بأي شكل علشان الراجل ده ما يوصلش ليه، فرمى نفسه فوق ابنه فالطعنة أصابت ظهر الملك سعود، ووقتها كان الجرح شديد جدا لكنه ما كانش بيفكر في حاجة غير إنه يقدر يحمي الملك عبد العزيز. بس الحرس بعد الراجل ده عن الملك عبد العزيز وفورا قام واحد من الحراس بقتله. وفي نفس الوقت اللي الكل مشغول فيه باللي حصل للملك سعود وبيحاولوا يطمنوا عليه، اتفاجئوا ان في قدم رجلين تانيين جايين من جهه الملتزم وبئر زمزم وكانوا رافعين الخناجر اللي في ايدهم، وحاولوا انهم ينقضوا على الملك وولي عهده، فانقض الحرس عليهم وقدروا يمسكوا واحد فيهم وقتلوه على طول. اما الراجل الثالث اللي كان جاي من ناحيه الركن اليماني حاول يهرب ويجري بسرعه، خصوصا انه شاف ان اصحابه الاثنين الحراس خلاص خلصوا عليهم، لكن ملحقش لان واحد من الحراس شافه وهو بيجري وعلى طول ضرب عليه النار، لكن ما موتوش، اصابوا بس عشان يقدروا يقبضوا عليه ويعرفوا من وراهم، ومدبر لهم الموضوع علشان يخلصوا على الملك عبد العزيز. قفل الجنود ابواب الحرم المكي الشريف، ووقتها الملك عبد العزيز كان خايف على اليمنيين الموجودين في الحرم بعد ما اكتشفوا جنسيه الجناة، فقال للحاضرين خطبه قصيره قوي: الذي يمسهم في الماء امسه بالنار، والذي ارادوا بنا سوءا اخذوا جزاءهم والحمد لله سلمنا. وبعدها نظفوا الحرم المكي من اثار الدم اللي كانت موجوده فيه بسبب محاوله الاغتيال الفاشله، وكمل الملك عبد العزيز طوافه وادى مناسك السعي على ظهر حصان. واتقال ان محاولة الاغتيال دي عملوها الثلاث اشخاص اليمنيين علشان ياخدوا بطار اليمنيين اللي اتقتلوا غدرا وعدوانا في الطريق لمكة المحرمة في وادي كانومة على ايد جنود ابن سعود. وعلى طول الحرس الشخصي للملك عبد العزيز وسعود ابنه خلص على الثلاثة اليمنيين، وانتشر صور لجثث الثلاثة دول وهم على سراير حديدية وواقف وراهم حرس الملك عبد العزيز اللي افشلوا محاولة الاغتيال.